صراحة أنا وإبراهيم كنا بخير. دي معدوستي كانت كنجي عندي للدار وكتلقى الشرجم ديال بيت النعاس ديالي ولا ديال الكوزينة كله مرشوش بداك الشي صفر. تما فين بداو المشاكل بدا الصداع بزاف الحوايج كنا كنتخاصمو على أبسط حاجة. اليوم قررنا باش نعاود القصة ديالي أنا وإبراهيم، شنو سبب فراقنا، شنو هما الأسباب اللي خلونا نتفارقوا. اليوم جينا نوضحو لكم هادشي باش حتى نتوما تاخدو إكسبيريونس منا وحتى نتوما تردو بالكم من بزاف الحوايج. صراحة أنا وإبراهيم كنا بخير الحمد لله، كنا بخير أنا وبسمة ولدنا وجدان. المهم تزوجنا زواج تقليدي بالنسبة للناس اللي ما عارفينش، كلشي أمور مزيانين، درنا العرس كلشي. رجعت سكنت انا وابراهيم هنايا في سطات، من بعد ولدت وجدان حتى لهنا الامور كانت غدا مزيانه حتى وجدان دارت عام. تما فين بداو المشاكل بدا الصداع بزاف الحوايج كنا كنتخاصمو على ابسط حاجه، شي حوايج تافهين اللي ما غيطيحوش ليكم على البال. عشان نوضح لكم الاخوان، هادشي راه ماشي خاطر، ما هادشي راه كان سحر. دوستي كانت كنجي عندي للدار وكتلقى الشرجم ديال بيت النعاس ديالي ولا ديال الكوزينه كله مرشوش بداك الشي صفر. ما عرفناش حنايا اشنا هو، مسكينه خالتي هي اللي كتشد جافيل والملحه وداك الشيء اللي كتبقى تغسل فيه. تقول لي انت ما تقيسيش، انا بعدا كبرت مسكينه صراحه. اطيب خلق الله عدوستي صراحه، هاد ريفه بزاف والله. كتقول لي لا ما تقيسيش انت، انا نغسلو انا نمسحو، صافي غير خليك. مسكينه كتمسحو، شحال من مره لقات البيض فرقع علينا قدام الدار قدام الباب. المهم بزاف الحوايج هي كتشوفهم، بعض المرات ما كتبغيش تقول لي حيت عارفاني انايا كنخاف. ومؤخرا ملي ولا هادشي انا وليت مريضه، وليت كنطيح بزاف، كنشوف بزاف الحوايج. المهم مرت فيها بزاف، راه ابراهيم شاف كلشي على عيني. انا كنطرش من الدار، مابقاش كنخدم ديك الدار، ندخل دارنا مابقاش كنحمل. مؤخرا تحولنا من الدار صراحه. المهم ديك الدار طرجيت منها بزاف، مابقاش كنحمل ندخل ليها مره. ولي كنشوف بلسنا كنهرب، كلش باغي نهرب صافي، مابقاش كنحمل ندخل للدار مرة. مابقاش كيحملني حتى انا. لا ماشي كنمشي لخاطرك بيضا والله. المهم دابا كلشي ولا بخير. كنبغي نقول لك الناس الله ياخذ فيكم الحق، وكنبغي نقول لكم ربي اللي غادي ياخذ حق فيكم. ما كيقولوا لا يفلح الساحر ومن حيث اتى. راه انا وابراهيم وصلنا للجلسة الاخرى، يعني راه الفراق صافي، بقى غير خرج الحكم صافي. هاكا نتفارق انا وياه، جا سبب. السبب اللي ما خلاناش نتفارقوا هو مشى سافر الامارات وخلى المحامي ديالو والمحامي ديالي كيتقابلوا بوحدهم. حيت انا شحال ما مشيت من الجلسه الثالثه ما بقيت مشيت، حيت بزاف عليا حكم انني كنت مع دار جداتي في بن سليمان وكنت كنجي حتى للسطات باش انني نحضر الجلسه. صافي كنشوف راسي كنجيب معايا بنتي وكنجي معايا جده، كنتعذبوا هادي. قلت اللهم كلف المحامي خليه هو، حتى هو كلف المحامي ديالو ومشى سافر خرج للمغرب. مشيت تما وانا نفيق وعاد اول اش كنت كندير، شنو في السنه كنت كندير، باش انا عقلي وانا نتفكر ان السيده ما دارت معايا الشيء ديال العيب صراحه. بس ما عمرني شفنا شي حاجه خايبه. معقوله السيده بنت الناس الله يخليها ليا ويطول لي في عمرها. والله انا الصراحه السيده ضحات معايا ودارت معايا شي حوايج ديال كل شيء، قلت لها راه ديرهم معايا والله يخليها لي في هذا النهار. سمحي لي بزاف المهم خوت، كنبغي نقول لكم شكرا بزاف الناس اللي متبعينا. كيف ما كيقولوا سمحتي، ملي كيكون الحب قوي من ما بين شخصين راه ما عرفتش شنو يجي، راه كيبقاو مشبتين بعضياتهم. بصراحه انا وابراهيم واخا مرينا من بزاف الحوايج، يعني القلب ديالنا بقى عندنا امل في القلب ديالنا كيقول لا راك انتي ليه وهو ليك، هو حتى هو كذلك ومثال. واخا انا هو ما كاينش كيهضر معايا وهذه، ولكن خوتي راه اي كوبي كيتخاصم، ولكن داكشي اللي كنا كنديرو حنايا كل دقيقه كنتخاصم. ولكن دابا الحمد لله كنحس براسنا نورمال، مشينا على الراقي كلشي داز بخير وعلى خير. ولكن اهم حاجه اللي كنوصيكم بها هي الصلاه. الصلاه كتحميك من بزاف الحوايج، واخا بنادم ما عرفتش شنو يدير ليك عمرها تشدك شي حاجه. خلي ايمانك في الله قوي، هادشي اللي غادي نوصي به لكاع البنات وكاع الولاد صراحه. ديما الصلاه ما تقطعوهاش، ما تقطعوش الصلاه، راه هي اللي كتحميكم من بزاف الحوايج. راه شكون ما كنتش انا كنصلي وابراهيم جا هو كيصلي،
صافي كون حنا دراري دريات يعني ياك تبغي شي تعرف على شي وحده حاول تعرف الاصل ديالها منين واش الدريات هي لا 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 فريمون حيت العائلات هما اللي كيخليو امهات كيشوفو امهات يعني متعفات بزاف ولا سيري ديري ليه علي ليه وانا ديجا كانت عندي واحد العلاقه قبل هي اللي دارت لي هادشي كامل صراحه ما كملش باش نبقى مع السيده ودابا كلشي يعني ولا بخير وعلى خير والحمد لله رجعت انا وياها والحمد لله عندنا بنيه راه عاودت البنيه اللي عندنا والله حشومه عليكم الناس اللي فاطمونا راه عاودت البنيه يعني البنيه اللي مخلانا صالح هي اللي عطانا يعني وجدان هي الوحيده اللي عطانا واحد الموتيفاسيون ديال بصح باش نبقى انا وبسمه بصراحه المهم بسمه كنبغيها وهي كتبغيني ولكن الحاجه الوحيده اللي متبشانه مزيان اللي ما مخليناش نتفارقوا هي وجدان يعني راكم عارفين الله يسمح لنا من الوالدين انتم راكم عارفين الوالدين يعني كيفكروا ولاد هما الاولين كيفكروا براسهم هي القصه ديالنا واخا اختصرنا ليكم داكشي كانوا بزاف ديال الحوايج صعابين دازوا علينا لكن كلشي كنقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله دابا حنا بخير وعلى خير يعني دزنا مرينا من بزاف الصعوبات وكن دابا الحمد لله بفضل الله وفضلكم حتى نتوما كنزيدو نتقربوا من بعضياتنا اكثر لقيناكم حتى نتوما تحينا ليكم يعني كنبارطاجي معكم كل شيء حتى هادشي يعني بحال عائلتنا عادي وهذا ما كان كنتمنى نكون خفاف على قلوبكم ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم وما تنساوش بارطاج ولي كومونتير ديالكم بزاف ادعيو معنا يا ربي تسهل علينا وعليكم يا ربي المهم بغيت الدعوات ديالكم كاملين في لي كومونتير والله يسهل عليكم حتى نتوما الله يعاونكم ويبعد عليكم شر الخلق انت اللي غنقول لكم انت اللي غنطلب لكم الله يسر لكم ويعاونكم يا ربي كنبغي نقول لكم شكرا بزاف وما تنساوش بارطاج ولايك وتحيه خاصه